انا بترعش وانا بصور لكم اصلا. انا بجد الموضوع مأثر فيا من ساعتها. يعني كنت في الشارع ومره واحده بنت وقفتني اتعرفت عليا يعني، فقالت لي انا بحبك قوي وكده، وكالعاده يعني الحمد لله زي ما اللي بيحبوني بيوقفوني وكده. مشت كده شويه وهي اصلا اول ما جت تسلم عليا انا لاحظت ان هي طبعا محجبه، ولاحظت كده ان حجابها كان حتى حاسه كاني بصيت في المرايه، لابسه طرحه شيفون وواسع ولبس جميل كده، حستني بصالي كده، حاسه لبسها كده مستوحى، كانه مستوحى مني يعني. انا قلت في نفسي كده يعني. قالت لي طبعا يعني ممكن اتصور معاكي وكده، طبعا قلت لها مفيش مشكله. فمامتها بتطلع الموبايل كده، فلقيتها وقفت لي كده وبصت لي مره واحده، قالت لي انا اتحجبت بسببك وبسبب فيديوهاتك. انا بجد انا بصيت لها كده، انا دي كانت اول مره حد يقولها لي في وشي. انا دايما البنات بتكتبها لي بتبعتها لي بتقولها لي، انا اول مره حد يوقفني في الشارع يقول لي انا اتحجبت بسببك. انا ساهمت في ان واحده تطلع من بره بيتها تقتنع بفكره الحجاب اول حاجه، تطلع بره بيتها وهي ساهمت في ان واحده تغطي نفسها، تستر نفسها، تلبس مودست، تلبس محتشم. دي حاجه اثرت فيا قوي. انا اللي طالعه عليا لقيتني بقول لها ربنا يثبتك ربنا يثبتك، انا مش مصدقه نفسي. ما عرفتش ارد عليها، انا اول مره اتحط في الموقف ده، في الطبيعه في الحياه الواقعيه حد يقولها لي في وشي. انا اتاثرت. انا البنت مش راضيه تروح عن بالي، وحتى زي ما بقول لكم طالع تكهني صح، هي حرفيا لابسه شبه كده. انا حسيت الموضوع اصلا كان كيوت جدا، كان كانه واحده نسخه مني في الشارع، لو عايشين كده متاثرين بيا. دي حاجه بجد حسستني بشعور غريب كده اول مره احسه، بس شعور حلو، شعور جميل. ربنا يثبتنا كلنا بجد، وانا مبسوطه قوي وبحبكم قوي، وربنا دايما يخليني عند حسن ظنكم، وابقى دايما قدوه حسنه ليكم، وابقى دايما قد حبكم ليا واحترامكم وتقديركم ليا. ده بجد انا بحبكم قوي بجد.